ايه يا كبير؟ اهلا، عامل ايه؟ كويس. بقول لك احنا لقينا الطريقة اللي نجيب بيها الكتاكيت. كويس، حاجة كويسة جدا. بص انا اكتشفت ان المناطق العشوائية ما عادتش تنفع للكلام ده، الناس هناك مفتحة عينيها قوي قوي قوي. فاحنا احنا عارفين انت فين وعارفين انت بتعمل ايه كويس. طيب تمام، والمجموعة مبسوطة منك جدا جدا جدا. تمام يا كبير. بس بلاش موضوع الطفلة اللي انت جبتها اخر مرة اللي هي مريضة. هو انا دكتور؟ اظن يعني المفروض تكون بتفهم بين الطفل المريض والطفل السليم، دي مش محتاجة دكتور. ماشي يا كبير، ماشي. بس يا ريت بقى يعني النسبة تزيد شوية. احنا اللي بنقطع وتسكت، كفاية ان احنا حامينك وفي ظهرك. ماشي يا عم الناس، وتحمد ربنا على انت فيه. ماشي يا عم الناس، ماشي. التسليم زي المرة اللي فاتت ولا ايه؟ ولا في زي المرة اللي فاتت، تخدر البيت تبنيها في المكان اللي تحطها في المكان اللي احنا متفقين عليه، وترمي الموبايل بالخط. طب ماشي. يا رب المكان المرفوع ده. ايه الشطاره دي؟ ايه الحلاوه دي؟ خد يا بابا، كليها يا حبيبتي كليها. اساسي يلا بينا، تعالى نحط التلاته. اكل داري البلد، احنا من امتى بناخد حاجه من حد غريب؟ انا هقول للماما. خد يا بابا. يلا انت بتكتشي لي بنا ليه دي، طعمها حلوه قوي. الله، تعالي بقى نقعد هنا نلعب لعبة؟ اقعدي. يلا، تعرفي تلعبي سبت حد؟ يلا، سبت. كده؟ حد. سبت. حد. اثنين. ثلاثة. أربعة. اسم الله عليك. Thank you.
اكون انا شايل البت دي واقفه. انت دي واقفه معاك. هتشيلها؟ هتشيلها دلوقتي بس هتشيل. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت. انت هتشيل على طول. دول خلاص يدخلوا من الشمس، دول خلاص يخشوا. اه دول يدخلوا من الشمس، انما ابن الكلب ده يقف في الشمس عادي. احنا ولا اثنين؟ كل واحدة وانا واحدة. وانا لا وانت واحدة ايه تنام جنبها؟ 2 3 يا رب المكان المقطوع ده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ يا رب المكان الموضوع ده. 2 3 ايه وقتونا فرصة بقى.